الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما حكم ذكر شيء يكرهه شخص أمام أناس لا يعرفونه وبدون ذكر اسمه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الوصف الخاص بشخص منزل منزلة تعيينه باسمه، فإذا ذكرت أمرا يخص إنسانا بعينه حتى وإن لم تذكر اسمه، ولكنك ذكرت من فعل ذلك بوصف خاص يعلمه من تحدثهم، فإن التوصيف الخاص منزل منزلة التعيين بالاسم، فكأنك ذكرت اسمه، بارك الله فيك. فلا يجوز لك أن تتحدث أمام الآخرين بأمر من أمور أخيك يكره أن يذكر به أمام الناس في حال غيبته بشيء من أوصافه التي يتعرف أو يستدل الحاضرون على عينه بها. وأما إذا ذكرت هذا الأمر عن أخيك ولم تقرنه لا باسمه تعيينا ولا بوصفه الخاص، فإنه لا حرج ولا بأس عليك في ذلك إن شاء الله، لأنها لا تخص أخاك ولا تنسب إليه، والله أعلم.